يس، عنده حاجة فاهم يعني. هو ده اللي يقول مثلا، ده اللي يقول مثلا الحكمة، ما يمكن تركبت الحكمة. الحكمة ده يقول لك حاجة تتفرج على عشان الضياء ونور الشمس. ايوه يقوم يعمل لك ده وضياء الشمس. ترى يقول لك مثلا، مثلا العطاء البقرة هي نموذج العطاء، لما بتدي الحليب ولا كده كويس. زي كنا في رسمة عندك راس زي راسوس، ده البجع، ده البجع، ده البجع تعميل، الباحث في تعميل هنا دوائر، هنا ده الاحتوال الصعب على كلمة بالاسم الصعب كويس. يلا هو عشان يوصل الفكرة، الدهاء، الدهاء مثلا من كل يوم داهية أو ذكي عشان يقوم يجسد الكلام اللي هنا دائما اللي يوصل رمز الدهاء، يقوم يجيب الفعل اللي هو رمز الدهاء يعمل له التفكير. اوكي طيب، يلا الحياة تميز الآلهة والمعبودات اللي شفت على العاقلين الحياة، 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 الدلالة بتاعت الآلهة موجودة لأنه دي تجارب تشهد. ما هو الملك قبيلك أبوه الأول جاي من السماء وهو سند الآلهة، الآلهة دي تجي تشهد تقول إنه الزول ده ابننا ده، إحنا واقفين معه وشاهدين إنه هو روح الطاهر والنزيهة، ما هو عشان يعمل عملية عبور، عشان يعمل عملية إغلاق، لازم يكون في دافع صح؟ يلا الكلام ده يقوموا ديل يشهدوا. ليه بيقولوا ان ده شهاده من ما ينجح خصوصا انه الملك ده احنا مش شاكين وانه المسيح وقاله وهو مطاعنا في علامه هنا اساسيه اللي هو خيفي الجولان. ايوه الجولان خيفي ده هو رمز الطهر، يعني هو بيعتبر انه الروح النزيهه الطاهره. الجولان طبعا كلاب مش بيعمل بحث بيشيل الاجسام، يلا هو بيعتبر رمز الطهر لانه بينظف الارض. يلا لا انا مش عارف كده ده ايوه بس يلا بيعتبر انه الروح الطاهر ما فيها اسام، دي هي دلاله العطاء اللي هو الجولان. حتى بيلبسوا خاتم يكون دائما في التوابيت في الموتى، بيلبسوا الموتى يعني هو النموذج الطهري.